السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بخير يا شباب. السكشن بتاع النهاردة عن Sequence Alignment. Sequence Alignment يعني محاذاة التتابع. أنا دلوقتي لما بعمل استخلاص للـ DNA، بعمل DNA Isolation أو بعمل DNA PCR أو بعمل DNA Sequencing، لما بعمل Sequence ويبقى معايا Sequence في الآخر، أنا هستفيد إيه؟ إيه اللي أنا هعمله؟ طبعا لازم اعمل كومباريجن، مقارنه بين السيكونس بتاعي وما بين اللي موجود على الجين بانك. طبعا صعب ان انا اعمل الكلام ده كله بايدي يدويا، ففي بروجرامز كتير هي اللي بتساعدني ان انا اعمل سيكونس الاينمنت او محاذاه للتتابع. طب عايزين نفهم دلوقتي يعني ايه سيكونس الاينمنت. السيكونس الاينمنت نظام تقديري لتماثل الحروف، يا اما كنت شغال على النيوكليوتيدز او شغال على الامينو اسيدز، لغاية ما اوصل لامثل ازدواجية لتلك الحروف. تمام، انا دلوقتي عندي ده مثلا سيكونس وده سيكونس تاني خالص، سيكونس تاني، فبعمل ما بينهم محاذاة للتتابع بتاعهم، بوصل عشان اوصل لأحسن افضل ازدواجية موجودة. فطبعا كل القواعد اللي هتيجي قصاد بعضها فده بنقول عليه ماتش، تطابق، لكن اللي مش هتيجي قصاد بعضها ده بنكون حاجة اسمها جاب، فجوة. تمام، وكمان في حاجة اسمها ميس ماتش هنشوفها بعد كده، ان هو ما يكونش فيه مقارنة بينه وبين بعضها او ما يكونش قصاد بعض بنفس القيم، ممكن تبقى دي اي او ودي جي. تمام، طيب ايه كمان اللي انا هستفاده؟ طبعا بيديني تماثل، بيديني مقدار من التماثل، يقول لي مثلا نسبة الايدنتيكال 50%، بيرجع بعد كده ان انا اعمل تنبؤ بالتركيب وبالوظيفة ما بين الكائن اللي موجود او السامبل اللي انا شغال عليها والسامبل اللي موجودة في منطقة تانية او حاجة تانية كمان. طيب ساعدني طبعا في المقارنات دي. طب التتابعات دي المتماثلة دي بتنشأ منين او بيحصل لها تغير ازاي؟ عن طريق بيحصل ميوتيشن، طفرة، اما عن طريق الدوبليكيشن ان هو بيحصل يعني تضاعف للمادة الوراثية، زي مثلا عندي جين A فتكونت A1 و A2 لغاية ما يتكون عندي حاجة اسمها speciation، اللي هو عملية التنوع اللي بتظهر حاجات species 1 و species A2، ديتك نوع الاولاني والنوع التاني. يا اما بيحصل حاجة اسمها convergence، اللي هو التقارب، اللي بيكون مثلا هم متقاربين في الوظيفة، ان ده species 1 و species 2 متقاربين في الوظيفة ولكن ليس لهم علاقة ببعض، ما لهمش اصل مشترك بينهم وبين بعض. ممكن اكون انا شغال عليه هنا في مصر وممكن والتاني ده موجود في امريكا، والاتنين ليهم نفس التركيب ونفس الوظيفة ولكن ليس لهم اصل مشترك. او ان ممكن يحصل عن طريق ترانسفير، النقل الجيني، او عن طريق كمان الهوريزنتال ترانسفير، النقل الافقي. طب النقل الافقي ده بيحصل زي ما بنشوف في البكتيريا، في عن طريق ترانسدكشن او عن طريق ترانسفورميشن او عن طريق الكونجيجيشن اللي انتوا اخدتوها قبل كده في الميكروبيال جيناتكس. انا دلوقتي عايز اعمل مقارنه للتتابعات اللي موجوده عندي اللي معايا، فعشان اعمل الاينمنت، محاذاه للتتابعات دي، عشان اقدر اتعرف على الطفرات اللي ممكن تحصل على مدار السنة، على مدار العمر كله، لغاية ما اوصل لمين؟ للانسيسترز، الكومن انسيستر، السلف المشترك. نيجي بعد كده لما يكون مثلا عندي قاعدة في تتابع ولا توجد هذه القاعدة في تتابع اخر، فده يعني ان حصل انسيرشن في القاعدة الاولانية. ناخد مثال، انا عندي مثلا ده سيكونس 1 وسيكونس 2، ده الكومن انسيستر بتاعه واللي هو السلف المشترك اللي ما بينهم هما الاثنين، وبيحصل تنوع فظهر حصل ميوتيشن، طفره ما بين الاثنين. لما يعمل بقى اعمل محاذاه للتتابع لغايه ما اوصل لاحسن ازدواجيه، وده التي قصاده تي، عمل ماتش، تطابق ما بين الاثنين، الاي قصادها اي، هنا ماتش، طب الاي هنا كان هنا قصادها سي، فهنا ما ينفعش ان الاي تبقى قصادها سي، او والكومن انسيستور بتاعها كمان ايه سي. تمام، فده معناه ان حصل انسيرشن، اضافه للتتابع الاول. تمام، او ان حصل ديليشن، حذف للاي من هنا
وكمان لو فضلنا عملنا تطابق 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 لغاية ما وصل لمين؟ للتي قصادها جي. طب هي في الأصل ايه؟ التي قصادها ايه أصلا؟ هي أصلا في الأساس تي. فحصل هنا نقول ايه؟ استبدال. حصل substitution، استبدال اهو للقاعدة جي مكان التي. كمان لو مشيت كده عملت تطابق لغاية ما وصلت للسي قصادها مكان فاضي برضو، حطيت مكانه شرطة، بحط شرطة مكانه بدل مكان فاضي، فده منقول عليه deletion، ان حصل حذف للقاعدة دي او حصل اضافة للقاعدة سي. كده انا عرفت يعني ايه ان انا بعمل مقارنة من اول ما حصل منذ التشعب لغاية ما وصل للعلاقة ما بينهم هما الاثنين. السكشن في الاول قلنا ان هو ان بيحصل المحاذاة دي او الالاينمنت ده ما بين الامينو اسيد، التتابعات بتاعت الامينو اسيد، او ما بين التتابعات بتاعت النيوكليوتايد. انا بقى لما اجي اعمل محاذاة للتتابع ايه الافضل ليا، ان انا اشتغل على الامينو اسيدز او ولا انا اشتغل على النيوكليوتايد؟ ده مهمة جدا، لازم تبقى فاهم الحتة دي. انا عندي كم حمض اميني؟ عندي 20 حمض اميني مقابل كم نيوكليتيدة، كم قاعدة مقابل اربع قواعد موجودين عندي، الاي والتي والجي والسي. فهنا بقى الافضل ان انا اشتغل على الامينو اسيد. ليه؟ لسببين. اول سبب ان احتمال كبير ان بيحصل تماثل لاتنين نيوكليتيدة نتيجة الايه؟ الصدفة. ممكن الايه تيجي قصادها ايه نتيجة الصدفة، الجي تيجي قصادها جي نتيجة الصدفة، لكن صعب جدا ان يحصل تماثل ما بين حمضين امينيين نتيجة الايه؟ الصدفة. فده بيكون احتمال اقل. يبقى ده السبب الاولاني اللي يخلينا اشتغل على الامينو اسيد وما اشتغلش على النيوكليوتيد. تاني سبب ان ممكن ان الحمض الاميني الواحد بيشفر من اكثر من شفرة وراثية، في اكثر من شفرة وراثية بتديني نفس الحمض الاميني، فده برضو مهم ان انا اشتغل على الامينو اسيد وما اشتغلش على النيوكليوتيد. دي مفهومة كده تمام. بعد ما عملت الالاينمنت بيطلع عندي نسبة مئوية من الهومولوجس. الهومولوجس اللي هو التناظر او السيميلاريتي، التشابه اللي ما بين الكائنات وبعضها، او ما بين السيكونس وبعضه اللي موجود في الجين بنك. الهومولوجس ده يا اما يكون اورثولوجس او بارالوجس وزينولوجس. لو انا بشتغل على مثلا على الايرلي جلوبين جين، ده الجلوبين جين اللي موجود في الدم، لما يحصل له دوبليكيشن تمام الفا وفي بيتا، جبت مثلا الكائنات اللي انا هشتغل عليها، السامبل اللي موجود، اشتغلت على الفروج الضفدعة والدواجن، واشتغلت على الماوس الفئران، وهنا برضو نفس الكلام على بيتا. لما اقول لك بقى أورثولوجس ده بيبقوا من نفس متماثلين في كائنات مختلفة. الأورثولوجس بيبقى نفس الجين ده موجود في الفأر، وموجود في الدواجن، وموجود في الضفدعة، ده موجودين مع بعض البيتا والألفا، فده بنقول عليه ايه؟ أورثولوجس. طيب لكن بيتشابهوا فين؟ في الوظيفة. يبقى لازم افرق ده ما بين الأورثولوجس والبارالوجس، ان التتابعات المتماثلة بتكون في كائنات مالها مختلفة، وبتظهر نتيجة حدوث نشأة الأنواع، وهي بتتشابه فين؟ في الوظيفة. لكن البارالوجس تتابعات متماثلة في كائن واحد زي، وبس وظيفتهم مالها مختلفة. زي البارالوجس هنا الماوس الألفا ماوس والبيتا ماوس، اللي هنا موجود فيه البيتا وهنا موجود فيه الألفا. يبقى هنا تاني البارالوجس ده موجود فيه كائن واحد بس مختلف فين؟ في الوظيفة. ده ألفا وده بيتا، كل ده بنقول عليه في الآخر هومولوجس. طيب هو الزينولوجس ده بقى، ده تتابعات متماثلة بس ما بتشتركش في منشأ تطوري. ليه؟ بتحدث نتيجة مثلا الهوريزنتال ترانسفير، النقل الأفقي اللي احنا شرحناه قبل كده. نيجي بعد كده ناخد مثال. لو انا بعمل كومباريزون ما بين 1D DNA strand، شريط واحد من الفأر الفئران اللي هي موجودة في المنزل، وما بين النوع تاني من الفئران. انا دلوقتي عندي ده الفأر اللي انا المنزل بتاعي، وده نوع تاني من الفئران. فحصل هنا ان انا اخدت السيكونس ده عملته alignment مع السيكونس تاني، فعطاني نوع جديد خالص مختلف
او الكامن انسيستور بتاعه كان مختلف، فنتيجه ان حصل ميوتيشن طفره او حصل دوبليكيشن هنا او اكيوميليشن ليه اهو اكيوميليشن اوف راندوم ميوتيشن، فكون لي سلالات مختلفه عن اللي موجوده فين في الكامن انسيستور. انواع المحاذاه تايبس اوف الاينمنت، الباير وايز الاينمنت والمالتيبل مالتيبل الاينمنت اللي هو المتعدده، والباير وايز اللي هي الازدواجيه او اللي انا عندي بيكون عندي سيكونس واحد وده اللي انا بشتغل عليه، والمالتيبل اللي هو اللي يكون متعدد ان انا اكتر عندي اكتر من سيكونس فبقدر ان انا اعملهم في وقت واحد. اول طريقه استخدموها لمقارنه التتابعات كانت نيدلمان وونش سنه 70، طبعا كانت بتدي تقديرات سكورز لماتش لنقطه للماتش، لو حصل ماتش بتدي له سكورز ولو ما كانش بيحصل ماتش كانت بتعمل ما بتديش نقاط ونقاط. فكان ده البحث طبعا بياخد وقت طويل جدا وبيستهلك زمن طويل. بعد كده استخدمه سنة 81 العالم سميث ووترمان، ده كانت طريقة استخدموها كانت أكثر دقة لكن كانت بتاخد في الاعتبار كل الاحتمالات الحسابية وكانت برضو بتاخد وقت طويل. آخر حاجة كان استخدام البلاست والفاستا، ده كانت سريعة جدا في البحث ولكن كانت حساسية بتاعتها أقل في الدقة، بس كانت بتعمل حسابات بتخليها أكثر انتقائية إنك تقدر تطلع أفضل ازدواجية موجودة عندك. إن بيحصل أشوف إزاي بيحصل محاذاة باير وايز ألاينمنت، ده لو انا عندي مثلا تتابع ما بين A و T و C و T و G و A T G والتتابع تاني سيكونس تاني T و G و C و A و T و A و C، انا اول حاجة بعملها ان انا بكتب التتابعين فوق يعني التتابع فوق الاخر وهجري ازدواجية وهبدأ ان انا احط الشرطة لو كان في وجود deletion حذف او ما يعتبر insertion ادراج في التتابع الاخر، ويطلق على هذه الحالة هو اخدنا الـ DL مي DEL والـ IN فبنقول عليها ايه اندل، او بقول عليها بطلق عليها جاب فجوة. فانا مثلا عندي التتابع A T قصادها T، هنا الـ A ما كانش قصادها حاجة، الـ G هنا الـ C قصادها C، فانا الاول بحط مين الماتش الاول، بعد كده بيفضل عندي اللي هو يا اما بيظهر الجاب الفجوة اللي هو بنقول عليه يا اما deletion يا اما insertion، بيحصل insertion او ده بنقول عليه بنطلق عليه الاندلز، او بيحصل كمان الميس ماتش اللي هو عدم التطابق ما بين الجي وما بين السي. يبقى اللي بيعمل تطابق بقول عليه ماتش، اللي ما فيش تطابق اللي ما بيبقاش فيه تطابق بقول عليه الميس ماتش، واللي ما بيبقاش قصاده نفس القاعدة بقول عليه الاندلز او الجاب. الماتشز بتعلي التقدير، بتعلي المقدار السكورز اللي موجود، اما الميس ماتش والجابس بتقلل السكورز. فتمام، فعشان يديك في الاخر نسبة الايدنتيكال بتاعتك قد ايه، الهومولوجس بتاعتك قد ايه، نسبة التناظر قد ايه. تمام، طبعا الموضوع ده صعب انك تعمله حسابيا يدويا، صعب جدا، ففي بروجرامز كتير الجوريزمس خوارزميات انا بتبقى عبارة عن برامج بتعمل حاجتين اتنين بتستخدم لهدفين. يبقى اول هدف عندنا ان هي بتزود المقدار عن طريق ان هي بتعمل ماتش بقدر الامكان على قد ما تقدر، او تقلل كمان عدد الميس ماتش والجاب عشان تقلل يعني تخلي السكور بتاعنا ايه عالي. باخد في اعتباري ان انا مثلا لو شغال على لو انا استخدمت قاعدة بيانات للدي ان ايه بيتم اجراء البحث على 6 اطارات، الاطارات دي بنقول عليها الفريمز مترجمة. انا مثلا عندي الشريط بتاعي من الفايف برايم للثري برايم ومن الثري برايم فايف برايم، انا عندي دلوقتي ده بدأ من الـ A T G، يبقى ده اول فريم هياخده كشفرة وراثية، بعد كده هيسيب الاولاني وياخد من اول هنا هتبقى T و G و A، يبقى ده الفريم رقم 2، ده اسيب اللي بعده رقم 2، يبقى انا هنا بشوف بعمل 6 اطارات عشان اطلع الفريمز المترجمة، وهنا برضو كمان باخد ايه 3، يبقى ده 6 فريمز عشان اقدر ان يعني اخد في اعتبار الحاجه دي ان البرنامج بيعمل القصه دي. الفجوات بقى او الجابس مشكله كبيره جدا
ان يحصل اضافة عدد كبير من الفجوات، طبعا ده مش هيظهر الواقع. ليه؟ لان قلنا كل ما زودت عدد الجابس كل ما قللت المقدار، فانا مش هقدر ان انا احكم على الشغل بتاعي واقول ان في نسبة ايدنتيكال متماثلة مع سيكونس تاني بنسبة 99%. لا، كل ما زود بقى عدد الفجوات او كل ما كان عدد الفجوات كبير كل ما كان نسبة الايدنتيكال بتاعتي قليلة. عشان كده المحاذاة اللي هي هيكون فيها عدد الفجوات كبير جدا مش هتكون بلا معنى، مش هقدر ان انا احكم على الشغل بتاعي. عشان كده البرامج لما تيجي تحط فجوة بتحط جزاء، وضع جزاء، بنالتي جزاء عقاب، يعني عقاب ان هو دايما عشان يقدر ان هو يقلل الفجوات فبيحطوا له جزاء عند اضافة فجوة، لان ده قلنا ان الجزاء ده بيؤدي الى نقص المقدار المحاذاة. طيب افضل محاذاة التي زاد اعلى مقدار وباقل ايه عدد فجواتي. يبقى دي قاعدة عندنا مهمة جدا، انك تحكم ازاي ان يكون ده افضل محاذاة، ان يكون فيها المقدار بتاعها عالي جدا وبأقل عدد من الفجوات. طبعا المقدار ده هيزيد من امتى؟ من الماتشز، يعني كل ما زودت عدد التطابقات كل ما كان المقدار بتاعي افضل محاذاة. الجلوبال الاينمنت ده نوع من انواع البايرويس الاينمنت. ده الجلوبال ده افضل الالاينمنت اللي موجود اللي انت بتستخدمه على الباير وايس من الطرف الى الطرف الاخر. يفضل استخدامه في تتابعات ليها علاقة ببعضها، يعني درجة القرابة بينها وبين بعض كبيرة. وده برنامج الكلاستر، ده اللينك بتاعه اللي تقدر تخش من عليه تعرف تعمل الالاينمنت دي. وده طبعا بيستخدم خوارزميات او الالجوريزم بتاعت النيدلمان وونش لهذه المحاذاة. طيب يبقى ده الجلوبال الاينمنت. اللوكال الاينمنت ده برضو نوع من الباير وايس الاينمنت، ده افضل الاينمنت لاجزاء من التتابعات دون ان ناخذ بعين الاعتبار بقيه الايه التتابعين. يعني ممكن ان انا ماخدش التتابع من الطرف للطرف، لا انا باخد جزء من التتابع. يفضل استخدامه عندما يتواجد صله بين اجزاء التتابعات، ان في ما يكونش الثاني، لازم يكون في علاقه وثيقة الصلة بين التتابعات الموجودة. هنا باخدها ده بشتغل عليها لما يكون عندي الصلة، يتواجد صلة بين أجزاء التتابعات، وعشان أتعرف على المواضع الوظيفية. وطبعا ده برنامج البلاست وهنشتغل عليه بعد كده ونعرف بيشتغل ازاي. بيتميز بالسرعة طبعا، وبيستخدم هنا سميث ووترمان لهذه المحاذاة. الخوارزميات اللي بيستخدمها سميث ووترمان. ادي عندك اللوكال الاينمنت، ده التارجت سيكونس، ده الكويري سيكونس. الكويري سيكونس ده اللي انت بتشتغل عليه، ان انت مثلا اخدت قطعة من السامبل. انا مش هشتغل على جينوم كامل، انا هشتغل مثلا على جين معين، فده السيكونس اللي انا طلعته، فانا بقارنه بالسيكونس او الجينوم كامل في الجين بانك، فبيديني ده مش لازم يكون من الطرف للطرف. ده اللي هو اللوكال. طب الجلوبال الاينمنت التارجت بتاعي اهو والكويري بوكس، فده لازم من الطرف ده لغايه الطرف ده. عشان كده دايما قالك ان انت لازم تستخدمه في حاله ان يكون في علاقه وثيقه الصله ما بين التتابعات ايه وبعضها. وقلنا ده بنستخدم عن طريق الكلاستر، وده بنستخدم عن طريق البلاست. ده مثال عليه. هنيجي مثلا ناخد مثال، هنفرض ان بيحصل تتابعين، ان يوجد تتابعين، التتابع ده والتتابع ده. اربع احتمالات ان هو يكون في تماثل بنسبه معينه. هنا مثلا حصل ميس ماتش، مفيش ولا ميس ماتش، وهنا سبعة ماتشز وستة جابس. واللي هو الاحتمال اللي بعده كان 5 ميس ماتشز و 4 ماتشز و 2 جابس. الاحتمال اللي بعده كان 2 ميس ماتشز و 6 ماتشز و 4 جابس. واخر احتمال كان 1 ميس ماتشز 1 ميس ماتش و 7 ماتشز و 4 جابس. انا لو قدامي الاحتمالات دي كلها، ايه افضل محاذاة اقدر ان انا اقول عليها ان دي افضل محاذاة من توقعكم؟ طبعا افضل محاذاة مين اللي موجودة هنا. ليه؟ علت المقدار، اكبر عدد من المقدار الماتش، واقل عدد من الجابس. يبقى هنا ده
طب ما تقول لي طب ما انا ممكن اخد ده، لا الجابس كام؟ 6، هنا الجابس 4. يبقى افضل محاذاه موجودين في الاربع احتمالات دول هي مين؟ هي الاحتمال الاخير. ليه؟ لانه على المقدار بتاعي او الماتشز بتاعتي كانت كبيره، فالمقدار بتاعها يعلى والجابس هتكون قليله والميس ماتش ما عنديش غير واحده بس. ازاي هختار اعلى تقدير؟ ده بحدده عن طريق ان انا بحدد افضل تماثل بالطرق الاتيه، يا اما عن طريق الدوت بلوت او الدايناميك بروجرامينج. دي عباره عن برامج، دي بروجرامز بتستخدم الجوريزمس معينه بتديني قيم للماتش وقيم للميس ماتش وقيم للجاب. عن طريق الكلام ده بتديني افضل تماثل وافضل محاذاه موجوده وتديني قيمه عاليه جدا عشان توصل في الاخر ان انا اوصل لافضل محاذاه موجوده في التتابعات المختلفه. الطرق دي هناخدها ان شاء الله الاسبوع الجاي في السكشن الجاي ان شاء الله. طبعا هو كان في جزء مسائل كبير عن الدايناميك بروجرامينج، انا مش مطلوب منكم المسائل، انا هشرح لكم بس انكم تعرفوا فكره وهنطبق الموضوع بالبلاست والفاستا. اي حد بقى عنده سؤال ممكن ان انت تبعت لي على الكلاس روم ونتواصل مع بعض. السلام عليكم.